هي بكل ظرف شخصي وإنساني بيكون أول الناس، إذا كان ما موجود حاضراً بتليفون أو بسؤال. عمو عميد كان أب لنا كلياتنا، والله يرحمه وراح للأحسن. عمو عميد دائما يزرع الأمل، أحلى شيء بالدنيا كانت ضحكته وابتسامته، ونحن طلاب ينزل لمستوانا لمستوى أحلامنا، يبتسم هيك ابتسامات تزرع فيه، يعني تزرع بقلوبنا مستقبل حلو، ونحس بهالابتسامة إنه هو عم بيقلنا أو عم يدعينا بمستقبل حلو. صار هالمستقبل حلو، صار قصي خولي اللي كلياتنا بنحبه ونفتخر فيه، الله يرحمه. حبيب طول العمر يا حبيب، يا حبيبي يا كريم.